فلا ينجو الإنسان من الخسارة إلا بالإيمان، بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى سبحانه وتعالى، أن يؤمن بالله، فيؤمن بوجود الله، ويؤمن بألوهية الله، ويؤمن بربوبية الله، ويؤمن بأسماء الله وصفاته، يؤمن إيمانا جازما بأن ربه موجود، وفي كل الكون آيات تدل على ذلك، والآيات المتلوة تدل على ذلك، ويؤمن بأنه لا يستحق العبادة إلا الله. فوالله لو جمعت المخلوقات كلها، كبيرها وصغيرها، شريفها ووضيعها، في مخلوق واحد، لما استحق أن تصرف إليه أدنى عبادة. فإن العبادة للإله سبحانه وتعالى. فلا يعبد الإنسان إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله وهو من العبادة، ولا يدعو إلا الله وهو من العبادة. ومن أهم ما ينبغي أن أذكره لإخواني في هذا الباب، وهو ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، الحرص على السلامة من الرياء. فإن الرياء من الشرك الأصغر، وإذا غلب على الإنسان حتى صار فعله وقوله رياءً ولا يذكر الله إلا قليلا، فإن هذا علامة النفاق، فإنه لا يصدر إلا من منافق، نعوذ بالله. ولذلك ذكر بعض العلم أنه من الشرك الأكبر.